بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. أهلا ومرحبا بكم أحبائي المشاهدين في الحلقة رقم 13 من برنامجنا البحث عن الحقيقة في الكتاب المقدس. بنعمة ربنا النهاردة هنكمل سلسلة إزاي وصل لنا الكتاب المقدس، وهنتكلم النهاردة عن العصر بتاع الأنبياء. كان في الفترة ما بين داود النبي، وده تقريبا كان سنة 1000 قبل الميلاد، لحد ملاخي النبي، وده تقريبا كان سنة 400 قبل الميلاد. الفترة دي طبعا كانت مليئة بكتابات الأنبياء. في أنبياء اشتركوا في كتابة بعض الأسفار زي جاد ونسان، لكن ما تكتبش باسمهم السفر. وفي أسفار تانية كتبها أنبياء آخرين اتكتبت بأسمائهم الأسفار، زي سفر أشعيا، سفر أرميا، سفر عاموس، سفر حبقوك، الأسفار اللي احنا عارفينها مكتوبة باسم الأنبياء اللي كتبوا هذه الأسفار. وزي ما احنا عارفين ان كل الكتابات النبوية زيها زي باقي الأسفار كانت في الأول شفوية، وبعد كده تم كتابتها، وهنعرف طبعا ايه سبب الاعتراف بها انها أسفار قانونية. زي ما قلنا اتكتبت الأسفار بأسامي الأنبياء اللي كتبوها، ما عدا بعض الأنبياء يعني ساهموا في كتابة الأسفار لكن ما اتكتبش اسمهم. زي مثلا نشوف في أشعيا 1:1 يقول كده: رؤيا أشعيا ابن أموس، وهنا بيذكر وبيأكد ان هو اللي كاتب هذه النبوات التي رآها على يهوذا وأورشليم. في عبديا 1:1 ايضا يذكر رؤيا عبديا، ويبتدي يتكلم ان هو صاحب هذا السفر، ان هو اللي شاف الرؤية بنفسه وهو الكاتب لهذا السفر. ايضا في سفر نحوم 1:1 يذكر سفر رؤية نحوم، وهكذا طبعا زي ارميا النبي، حسقيال، هوشع، صفانيا، كل دولت هنلاقي في بداية الاسفار بتاعتهم بيذكر ان هم اللي شافوا الرؤى دي او كتبوا هذه الاسفار وكتبت باسمائهم زي ما احنا شايفين وزي ما احنا عارفين. وزي ما درسنا في الحلقات اللي فاتت ان كل جزء يتم كتابته يعترف بيه ان هو جزء من الاسفار المقدسة، ويضم الى باقي الاسفار ويتحط. طبعا زي ما احنا عارفين في الاول كان بيتحط جنب تابوت العهد في خيمة الاجتماع، وبعد طبعا لما سليمان عمل الهيكل بدأ يتحط هذه الاسفار بجوار تابوت العهد ايضا في هيكل سليمان. وكان بيتم تجميع جميع الأسفار في كتاب واحد، وزي ما دانيال ذكر في 9:2 الإصحاح التاسع الآية 2 يقول كده ان هو عنهم الكتب المقدسة او الكتاب المقدس، اللي هي طبعا الأسفار اللي تم كتابتها وتم الاعتراف بيها بانها أسفار قانونية، وتم وضعها طبعا من قبل الكهنة واللويين بجوار تابوت العهد للاهتمام بيها، وعرضها على الشعب في مناسبات مختلفة وقراءتها في مناسبات مختلفة، وطبعا عشان يعملوا بيها ويحفظوها وتفضل باقية إلى الأبد. طبعا زي ما قلنا في بداية الحلقة ان في أنبياء كثيرين كتبوا كتب، زي ما احنا عارفين ان في الأنبياء الكبار والأنبياء الصغار، ممكن نلاقي منهم مجموعة كبيرة من الأنبياء كانوا موجودين في فترة واحدة مع بعض. وكانوا طبعا الأنبياء عارفين بعضهم ومطلعين على كتابات بعض، زي مثلا يذكر كده في أكتر من مكان، زي مثلا ملوك الثاني الإصحاح 21 آية 10 يقول كده: كما تكلم الله عن يد جميع عبيده الأنبياء. هنا بيذكر جميع الأنبياء، طبعا الأنبياء مش مقصود بها طبعا الأنبياء الكذبة، لأن دي فئة تانية، وطبعا الأنبياء الكذبة لم تقبل كتابتهم، وطبعا مش محطوطة بجوار تابوت العهد.
هنا مقصود بيها الكتابات القانونية اللي تم الاعتراف بيها، زي ما قلنا هنعرف دلوقتي ايه السبب اللي خلى الكهنة واللويين والشعب يحتفظوا ببعض اجزاء من اللي كتبوها الانبياء، او عرف او قالوا يعني حددوا ان ده النبي الله والباقيين دول انبياء كذبة، ما ينفعش ان احنا نحتفظ بكتاباتهم. فنلاحظ ان العبارات دي اتكررت اكتر من مرة بتأكد على ان الانبياء كلهم اللي احنا عارفينهم وموضوع اسفارهم في الكتاب المقدس دول انبياء الله الحقيقيين. نشوف مع بعض في باقي الحلقة ايه هي الاسباب اللي خلت الشعب والكهنة واللويين وطبعا يعترفوا ببعض الاسفار والبعض الاسفار التانية لا. الاسفار اللي تم الاعتراف بيها اولا فيها اشارات تخص الله نفسه وتخص ان هم اتكتبوا بالروح القدس. وده بيظهر ازاي؟ يعني ايه الفرق ما بين النبي الحقيقي والنبي الكاذب؟ ببساطة خالص، الانبياء الحقيقيين كل النبوات بتاعتهم اتحققت وتحققت بكل دقة. ناخد مثال على النقطة الاولانية اللي هي طبعا تحقيق النبوات وتحقيق الكلام حتى لو كان كلام مجرد ان هو تاريخ. في تكوين 5:25 مثلا يقول كده: واستحلف يوسف بني اسرائيل قائلا: الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا. وطبعا نلاقي في خروج 13:19 تم تحقيق هذا الكلام. حد يقول طبعا ده كلام تاريخي، طب هو كان ممكن برضو ما يهتموش بجسده ولا يدوروا عليه لانه طبعا هيكون عبارة عن عظم، لكن هنا برضو بيأكد ان الكلام ده مكتوب بوحي من الروح القدس. عشان كده نلاقي بقى ان الحاجات اللي هي كتبها الانبياء الحقيقيين كلها اتحققت بكل دقة. عشان كده نلاقي الانبياء التاليين اخذوا منها واقتبسوا منها واستشهدوا بيها في كتاباتهم الخاصة. ناخد مثال تاني مثلا في يوئيل 2:2 يقول كده: ويكون ان كل من يدعو باسم الرب ينجو، لانه في جبل صهيون وفي أورشليم تكون نجاة كما قال الرب وبين الباقيين من يدعوه الرب. هنلاقي العبارة دي جت برضو في سفر عبيديا الإصحاح الأول الآية 12 بنفس الكلام، وطبعا الحاجات دي اتحققت زي ما هنشوف بعد كده في دراستنا للكتب المقدسة. يبقى إذن النقطة الأولى اللي بسببها تم الاعتراف بهذه الأسفار هي ان اللي كتبها انبياء حقيقيون كتبوها بوحي من الروح القدس، والدليل على انهم هم الانبياء الحقيقيون انهم نقلوا كلام الله مش كلام من افواههم زي ما درسنا في الحلقات السابقة. الدليل على كده ان كل النبوات اللي قالوها اتحققت بكل دقة. نذكر برضو كمان مثال عظيم يعني زي نبوة اشعيا النبي لما قال: هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. ده حصل طبعا وتم في العهد الجديد من خلال دراستنا لأسفار العهد الجديد هنعرف طبعا الكلام ده. ونبوات كتير جدا جدا لما نيجي ندرس كل سفر هنتكلم عن النبوات وتحقيقها في العهد الجديد. وبالتالي نعرف ان من خلال النقطتين اللي احنا اتكلمنا عنهم، نقطة ان هو الكتاب المقدس مكتوب وحي من الروح القدس، وان الانبياء دول تكلموا بكلام الله لانهم رجال الله زي ما تم يعني تعرفهم في الكتاب المقدس. مين هو النبي؟ هو رجل الله او رقيب من الله. كل الصفات دي. الحاجة التانية زي ما قلنا تحقيق النبوات، وطبعا في نبوات كتير جدا اتحققت بالنص، زي مثلا داود النبي لما قال: ثقبوا يدي ورجلي. دي كانت نبوة عن السيد المسيح لان داود ما حصلش معاه كده. ده كلام بكل دقة اتحقق في شخص السيد المسيح زي ما ورد في إصحاح 22 لو احنا قدرنا نرجع له، أو زي ما اتفقنا ان احنا هندرس الحاجات دي ان شاء الله في كلامنا عن الأسفار. يبقى عرفنا ان أول نقطة كانت عن ان الكتاب المقدس أو الجزء ده اللي تم الاعتراف به مكتوب بوحي من الروح القدس. النقطة الثانية هي تحقيق النبوات بكل دقة اللي مكتوبة في العهد القديم تم تحقيقها في، طبعا في بعض النبوات تمت في العهد القديم ايضا، وفي بعض النبوات تم تحقيقها في العهد الجديد، وفي بعض النبوات سوف تتحقق في نهاية الزمان اللي هي بتتكلم على نهاية الزمان. الحاجة التالتة او النقطة التالتة هنلاقي ان طبعا الانبياء ما كانوش بيكتبوا مع بعض كده عشان يكتبوا سفر، لا كل واحد كان بينقل كلام الله. فهنلاحظ ان في نبوات متطابقة، بمعنى كتبها اكتر من شخص لنفس النبوة،
بنفس التدقيق بنفس الكلام، حتى لو كانوا مختلفين عن بعض في الزمان والمكان، وكان لسه زي ما احنا قلنا مش كل الأسفار مكتوبة، يعني هو ما كانش يعرف مثلا مين اللي كتب الكلام ده قبل كده. على سبيل المثال مثلا هنلاقي ان داود النبي وأشعيا وأرميا وحسقيال وهوشع وميخا وزكريا كلهم اتكلموا عن في نبواتهم يعني عن السيد المسيح الملك، وكتير منهم اجتمعوا على ولادة السيد المسيح وطبعا اللي حصل في قصة ميلاده، وكتير من الأنبياء اجتمعوا على ألام السيد المسيح وصلبه وقيامته. طبعا اللي مننا كأباء وخدام بيحضروا موضوعات هيكون عارفين الكلام اللي أنا أقصده، إن ممكن يكون موضوع واحد تنبأ عنه أكتر من نبي، وممكن يكونوا زي ما قلنا ما تقابلوش مع بعض مثلا واتفقوا مع بعض ان احنا نكتب كذا، لان طبعا الكاتب واحد وهو الروح القدس. كل ده اللي خلى الناس في الوقت ده تتأكد ان الاسفار دي هي الاسفار القانونية اللي يجب ان نضعها بجوار تابوت العهد. النقطة اللي بعد كده كمان اللي بتأكد قانونية هذه الاسفار، ان الاسفار دي غطت تقريبا جميع الاحداث اللي حدثت او تمت في العهد الجديد. أنا حتى مثلا كنت بستغرب جدا إن في نبوات عن إن السيد المسيح كان يتكلم مثلا بأمثال، يعني أقصد أقول الدقة في النبوات وفي الأحداث وفي ترتيبها. وحتى زي ما قلنا قبل كده في بعض الحلقات اللي فاتت إن أشعيا النبي بيقولوا عليه إن هو الإنجيلي الخامس، لأنه تنبأ عن كل الحاجات اللي موجودة أو اللي اتكلم عنها الإنجيليين الأربعة متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وبسبب دقتها ايضا. فطبعا كل الحاجات دي خلت ان الاسفار دي هي الاسفار فعلا القانونية اللي احنا يجب ان احنا نتبعها. النقطة اللي بعد كده رقم 5، ان طبعا في احداث كتيرة مشتركة ويمكن نقول عليها متكررة. حد طبعا بيبقى يعني يجينا اسئلة كتير جدا، ايه فايدة ان الاحداث في العهد القديم متكررة؟ يعني مثلا نلاقي اخبار الايام الاول والتاني مع صموئيل الاول والتاني مع ملوك الاول والتاني، في احداث كتيرة جدا متكررة بنفس طبعا الاحداث بنفس الاسماء بنفس التواريخ. طب حد يقول ايه فايدة الكلام ده؟ الفايدة بكل بساطة ان طبعا اللي كتب سفر صموئيل هو غير اللي كتب اخبار الايام، غير اللي كتب سفر الملوك طبعا وكتبوا نفس الاحداث. ده بيأكد صحة هذه الاحداث ودقتها، وبيأكد ايضا قانونية هذه الاسفار. بالاضافة كمان ان شهادة الاسفار لبعضها، يعني ايه شهادة الاسفار لبعضها؟ يعني مثلا في سفر اتكلم على ان في وجود اسفار قانونية اخرى، هنشوف برضو مثال للكلام دوت. على سبيل المثال مثلا نشوف كده آية في سفر ملوك الأول الإصحاح الرابع الآية 32، يقول كده: وتكلم سليمان 3000 مثل وكانت نشائده 1005. هنا طبعا اتكلم وذكر ان في كتابات موجودة لسليمان الحكيم اللي احنا عارفينها طبعا زي سفر الجامعة، سفر نشيد الأنشاد، سفر الأمثال. فهنا طبعا يعتبر ان سفر ملوك الأول قدم شهادة لباقي الأسفار وقانونيتها. وبالتالي عرفنا ان النبوات اللي موجودة في فترة الانبياء تم الاعتراف بيها من خلال طبعا ان هي مكتوبة بالروح القدس، ان هي عبارة عن نبوات اتحققت سواء جزء منها في العهد القديم او العهد الجديد، ان في اسفار كتيرة اتكلمت عن نفس الموضوع ونفس النبوات، ان في احداث كتيرة تم الاشتراك فيها ما بين اسفار مختلفة عن بعضها ويمكن اصحابها ما تقابلوش مع بعض. بالإضافة أيضا إلى أن مثلا في زي ما قلنا في الحاجة الأخيرة دي أن في شهادة سفر عن باقي الأسفار وقانونيتها. وطبعا من أول ما تتكتب الأسفار دي ويتم الاتفاق على قانونيتها بيتم ضمها للكتب المقدسة السابقة ووضعها بجوار تابوت العهد. بنشكر محبتكم ومتابعتكم، وياريت ما ننساش أي استفسارات طبعا نبعتها على الميل اللي باين قدامكم على الشاشة علشان نقدر ان احنا نجاوب على اسئلتكم واستفساراتكم. وبنشكركم ولإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، امين.